مفيش هدمه للاسره. طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه بعد اذنك. خلينا برضو نوضح للناس عشان ما يبقاش بس كلام مرسل ان النشوز ليه صور كتيره جدا. النشوز الزوجه لما بتبقى هي مش طاعه لزوجها زي ما حضرتك ذكرت، وان المفروض هو بيستخدم وسيله تاديب علشان تطيعه. اولا الاطاعه مش بالامر، الاطاعه بالتفاهم. فكره ان انا لما اقول على حاجه لا لازم اعرف ايه سبب اللا، ولازم لما اجي ما تقاطعنيش، ولازم لما انا ما قطعتكش، انا قعدت كده اخد منك حاجات عشان ارد عليك. لازم لما اجي اقول لا اقول ايه سبب. فده الحوار، يعني ده الحوار اللي احنا هنبتديه مع بعض. فمش مجرد اللا لللا، خليني احط مقابل ده. احنا ما بنقولش الند، ما بنقولش العلاقه بالند، مع ان لان في مساواه. يعني انا مش معنى انا بقول الند ان ما فيش مساواه، لا هو لازم يكون في مساواه. فمساواه ايه؟ مساواه في الايه؟ يعني في السلوك وفي التعامل. يعني زي ما انا ما بحترم الزوج، الزوج يحترمني، زي ما زوجة بتحترم جوزها، جوزها يحترم. عشان ما نطلعش بس من الحته دي كمان، انا عايز اقول لك ان النشوز اللي هو الموجود بقى في محاكم الاسره دلوقتي دي بتبقى اجراءات طبيعيه جدا قانونيه، لان الست بتبقى رافعه قضيه خلع او قضيه طلاق للضرر برضو لسبب ما، فبيلجا الزوج للنشوز بعد كده. فعشان كده هم بيفتكروا التمرد. النشوز والتمرد دي حاجات، دي اجراءات قانونيه ما لهاش علاقه بالواقع. احنا بنرجع دلوقتي بعدنا عن القضاء، احنا بنقول احنا لسه في المرحله اللي فيها التفاهم، مرحله البيت، مرحله الاتفاق، مرحله انت قلت التفاهم. عمره ما كان التفاهم بالضرب، عشان احنا مش حيوانات. احنا ما وصلناش للضرب كمرحله ولا إهانة. لا احنا ما وصلناش برضو للاهانه. احنا قلنا الفرق بين التعنيف والتاديب. متفق معانا؟ لا فرق، لا مش متفق. في فرق بين التعنيف والتاديب. حضرتك انت مش عايزه الزوجه تطيع زوجها وفي نفس الوقت ما ينفعش يعاقبها او انه يحافظ على اسرتها. لا ليه؟ لا انت مش تسال. انا عايز اتاكد في الموضوع ده. العقاب هو مش حيوانات. انا عايز بس اقول طاعه الزوج من قبل الزوجه وطاعه الزوجه من قبل الزوج. امرنا ربنا بيها طاعة الزوج، تمام، امر من ربنا، تمام. فلا يجوز. مش على كل شيء. انا يعني هي الحياه الزوجيه مشاركه كمان، مشاركه فعلا، تمام. ولكن الزوجه بقى تمردت، الزوجه مثلا تمردت. انا بس عايز اوصل ان الزوج ده اللي موجود في بيت وهو لسه في بدايه علاقه عايز حل. انا النهارده صرحوا لنا باحسان، مفيش مشكله، بس احنا النهارده هنوصل للطلاق على طول؟ لا احنا مش هنوصل للدرجه الثالثه دي على طول. احنا عندنا مراحل. ما هذا بيكون نوع من انواع التأديب. ليه احنا دلوقتي بقت اسهل حاجه عند الست؟ ليه بقت اسهل حاجه عند الست؟ خلاص ما اتفقناش نتطلق. طب ما في طرق تانية كتير، في طرق، في ود، في حوار، في تفاهم، بس مش ضرب. اكيد مش ضرب. بص يا فندم، الضرب برضه مقصوده هو علماءنا وضحوه طبعا باستفاضه، واحنا طبعا مش هنقدر نستفيد فيه، ولكن هو مش الضرب المبرح اللي بيسبب، يعني هو مش الضرب المبرح اللي بيسبب اصابه وبيسبب اهانه للزوجه. استاذ علاء، وعرفت تترضى بديك كمان انت تحكي لي رايك. انت تيجي طفل صغير، حد من اولادك تيجي انت تعنفه بالطريقه اللي انت عم التاديبي هاي، يعني حتى هذا بياثر عليه عقبه ليصير عمره 40 سنه. فانت وحده بالغه عاقله راشده بس تأدبها هيك رح ترد عليك؟ لا، انت هيك قللت احترامك من عينها، وهي نفس الشيء بطلت تحترمك. هل يجوز احنا بنعلم اولادنا يكون عندهم كرامه من وهم صغيرين، عشان نخلق شخصيه سويه في المجتمع فعلا، مش شخصيه تتهان. لان انت لو تهانتي في البيت هتتهاني بره. يعني انا همشي بعد كده بطريقه الضرب. لما المدرس بيضرب التلميذ غلط، ده غلط، ماشي. لما بيعنفه تعنيف علشان هو يتعلم. لما الام نفسها لما الام نفسها اللي هي رافضه ان الزوج يقف يعنفها مثلا في شيء هي غلطت فيه، هي بتمسك الطفل بتعنفه بتضربه. هل هي بتضربه الضرب المبرح اللي يخليه هو يتاذي؟ لا، هي بتضربه ليه؟ علشان تقومه، علشان هي علشان تعلمه. ولكن احنا ما قلناش الضرب اللي هو مضمون اللي الناس فاهماه. بالعكس، ممكن يكون الناس فاهمه الضرب غلط، ان هو انا الضرب بقى هو حريه مطلقه ان انا اضرب زوجتي وقت ما شاء وفي اي موقف. لا، هو في موقف انا فيه لازم اتخذ طبعا طريق الحوار، لازم طبعا يبقى عندي وسائل تانية كتير قوي. ما ينفعش اوصل للضرب كمرحله اولى.